السلام عليكم إخوان كيدايرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذه الفرصادة اللي ضربنا هنايا بالجالاكسي، اللي ركبنا بالجالاكسي هنايا كما كتشوفوا هنايا الجالاكسي ولات بحال المرايا ما شاء الله. هانتوما هنايا درنا ليها البومبي وكامل تا السواري تاهوما، درنا لهم التجوان كرو. هانتوما نقرب لكم شويه هنايا باش تشوفوا هنا جالاكسي تبارك الله ولا بحال المرايا كما كتشاهدوا هنايا. هذا هو جوان كرو اللي درنا لهم هنا هانتوما، وهذه الجهه حتى هي درنا لها حتى هي جوان كرو والبومبي. بالنسبه لهاد السريه درنا لها داك المولور على حسب السريه باش درك داك الرخام ديال الجار. وانتما درنا ليه المولور حتى الفوق كما كتشوفوا، كاين هنا العلو بزاف شي تقريبا 5 متر هنايا كما كتشاهدوا هنايا. انتما عند بلاصه المكانات غتكون شي كادر تما كما كتشاهدوا هنا تبارك الله، الباب طلع ما شاء الله عليه كيما المراكي كيما كتشوفوا جالاكسي. وهنايا كان فيني هاد كيما كتشاهدوا هنا كان فيني هادي البياسة، هانتوما كيطلع الفينسيو. من بعد غادي ندوز لها دابا الفلتر وندوز لكن بعد يمكن ندوزو الكارت ديال 120 220، وغادي ندوزو الفلتر كيما كتشاهدوا. غندير الفلتر دابا هانتوما كيما كتشاهدوا غندوز الفلتر هانتوما كي كيطلع البريوم كيما كتشاهدوا. ندوزو لهاد الفلتر، هادي سميتو الفلتر كتشاهدوا. هدا كيفيني ندير الباستا نوار لاباط لاباط نوار باش يطلع البريوم شوية. هانتوما كيطلع دابا البريوم كيما كتشاهدوا دابا مزيان، كنشد عليه داك الفلتر مزيان باش طلع داك البريون داك تحيد داك ملي كدوز 120 220. هانتوما كندوز على هاد الفلتر كيما كتشاهدوا دابا، ندوزو على هاد البياسة الاخرين حتى هما حيت ما مفينيش كان مفينيش جايبين جايين من المكازا ما مفينيش، احنا مفينيهم هنا في الشانطي. هانتوما هنايا كيما كتشاهدوا دابا غنركبو هاد البياسة، نعمرو حيت مكاينش الشارج غنعمرها سيما مزيان، نعمرها بالسيما كيما كتشاهدو هنا كنعمرها بالسيما مزيان سيما سك حيت ما عنديش الشارج فيها بزاف، فيها شي سنتيم تقريبا، ونعمرها سيما نيت مزيان. هانتوما نهز كندير من بعد ما درنا ليها السلك وسميتو هانتوما درنا ليها السلك وثقبنا ليها هذيك بلاصه داك القادوس غنركبها دابا كما كتشاهدوا دابا. نديرو دابا غنباطيها شويه بالدندوه هانتوما كما كتشاهدوا، ومن بعد وهنايا غنديرو السلك لهاد البياسه حتى هي كما كتشاهدوا دابا. غندير لها السلك كنحفر ليها بلاصة السلك كنشدوه بالسونطوفير، السلك كون فاليزي ماشي هداك اللي كيتصدى كيما كتشاهد هنا. أنا درت ليها شي 6 سلوك تقريبا 7 سلوك، غنخلط السونطوفير كيما كتشاهد هنا كنخلط السونطوفير ونزيد ليها تخلط مزيان السونطوفير وتعمر دوك البليصات سونطوفير كما كتشاهدوا باش تخليها واحد قسمين كيكرم داك السونطوفير. عاد ها انتما كما كتشاهدوا دابا لصقنا هادو كما كتشاهدوا هاد السريه يلا كملناها. ها انتما كما كتشاهدوا طلعت يا سلام
تبارك الله بحال المرايا كي هرتو ما كاين بين فيها من كتشي هذا. دابا كندير لهم الماستيك هنايا، ندير لهم الماستيك ونمسحهم مزيان وندير لهم واحد البريون شوية باش يبان. بالنسبة لهاد الجالاكسي كيبغي شوية التحكار، ما حكرتي شوية ما غاديش يطلع كيما كتشاهد دابا. هنايا طلعت السكة ديال الباب، الجوان ديالها مسدود هانتوما كيما كتشاهد هنا. وهذا الباب حتى هو كما كتشوفوا هنايا طلع مزيان. بقاتنا هاد